السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة. اليوم راح نسوي مراجعة للمحاضرة الثالثة اللي كانت بعنوان الميكروبيال سبايلج اوف فود، التلف الميكروبي للغذاء. طبعا اخذنا بالمحاضرة الثانية الميكروبيال كونتامينيشن اوف فود، التلف او التلوث الميكروبي للأغذية، وشفنا شلون دا يصير تلوث، قلنا اكو مصادر طبيعية عددناها وشرحناها، كذلك اكو التلوث الذي يحدث خلال عمليات التجهيز والمناولة. هنا اليوم راح نشرح التلف الميكروبي والعلامات، يعني علامات التلف الميكروبي. راح نبدي نعرف الميكروبيال سبويلج. Is any organoleptic change in food make it unacceptable by consumer؟ يعني التلف الميكروبي هو أي تغيير عضوي يحدث في الطعام يجعله غير مقبول من قبل المستهلك. The change usually occurred by in the flavor, color, odor, taste and texture. يعني هاي علامات التلف قد تحدث بالنكهة، يعني قد يكون هناك تغيير أو يحدث تغيير في بالنكهة، باللون، بالرائحة، بالذوق، كذلك بالتكستشر اللي هو الملمس. Despite the difference between the sign of spoilage according to the type of food، يعني على الرغم من اختلاف علامات التلف اعتمادا على نوع الغذاء، there are three main signs of microbial spoilage are common in most foods. يعني هناك ثلاثة أنواع للتلف الميكروبي. شنو هي هاي او علامات التلف الميكروبي؟ اولا color change، التلف الميكروبي راح يحدث لي color change، التغيير باللون. Many color may be appeared on the surface of the spoiled food as a diffusible exopigment or colored colonies with endopigment. يعني راح تظهر الالوان على سطح الغذاء التالف نتيجة إنتاج الصبغات الخارجية المنتشرة أو الصبغات الداخلية. This food discoloration caused by bacteria, yeast and molds. يعني هذا التغيير باللون اللي يحصل على سطح الغذاء قد يكون بواسطة البكتيريا أو الخمائر أو الأعفان. هنا نجي أولا على البكتيريا، قلنا أنه إحنا تغيير اللون قد يحدث بواسطة البكتيريا أو الخمار أو الأعفان. يجي أولا على تغيير اللون الذي يحدث بواسطة البكتيريا. لا أنا بعطيكم بهذا الجدول اللون اللي راح يظهر والكائن المسبب إليه اللي هي البكتيريا، يعني البكتيريا المسببة إليه. أولا فلوريسنس يلو جرين اللي هي صفراء خضراء متوهجة، فلوريسنس اللي هو كان المسبب لهذا اللون او البكتيريا هي سيدوموناس فلوريسنس، واللي راح تنتج صبغة البايوفيريدين برودكشن. اما البلو الازرق يكون نتيجة نشاط بكتيريا سيدوموناس ايروجينوزا، واللي راح تفرز البايوسيانين برودكشن. اما البلاك نتيجة نشاط بكتيريا الباسيلاس سبيشيز، واللي راح تفرز صبغة الميلانين. كذلك اليالو قد يحدث نتيجة أو يحدث نتيجة بكتيريا الميكروكوكاس لاتياس أو الفليفوبكتيريا. أما الروز قد تكون روز يعني وردية نتيجة نشاط بكتيريا الميكروكوكاس روزياس. طبعا هذا الجدول مطلوب طلاب. هسه نجي على تغيير اللون اللي يحدث بواسطة الخمار. Yeast discoloration. White pale colonies of non-pigmented yeast, example Saccharomyces cerevisiae. يعني مستعمرات تكون بيضاء على يعني بيضاء شاحبة نتيجة نشاط بكتيريا أو الخميرة اللي هي اسمها أو نتيجة نشاط بكتيريا الخمائر مثل ايش بنعطيكم مثال عليها هي Saccharomyces cerevisiae. Red pink colonies of pigmented yeast example Rhodoterella اللي هي شنو المستعمرات اللي تكون وردية حمراء نتيجة نشاط هذا النوع من الخمار. زين mold discoloration white range
اللي هو شنو الإيمال ديسكلاريشن؟ اللي هو تغيير اللون الذي يحدث بواسطة الأعفان. Wide range of water soluble and insoluble pigments and color mold colonies on food surface. يعني مجموعة واسعة من الأصباغ القابلة للذوبان في الماء وغير قابلة للذوبان ومستعمرات الأعفان على سطح الغذاء. هسه نجي على السليمينسس اللي هي شنو تشكيل طبقة السليم اللي هو السليم يعني راح تظهر طبقة نتيجة نشاط المايكرو أورجانيزم على سطح الغذاء. Activity of microorganism in the food may be lead to form of slime يعني يؤدي نشاط الميكروبات على سطح الطعام إلى تشكيل هاي الطبقة اللي يسموها السليم أو يسموها الوحل بالعربي. On the food surface by one of the following mechanisms هاي تشكيل طبقة السليم راح يكون بواسطة ميكانيكيتين. الأولى هي protection of light slime اللي هو شنو إنتاج الطبقة الخفيفة من السليم اللي يكون باي بكتولايتك بكتيريا يعني بواسطة البكتيريا المحللة للبكتين مثل الإيروينيا كاروتوفورا وش لايز ذا بكتين ان ذا بلانت تشو اللي هي تحلل البكتين بالأنسجة النباتية. بكتين is adhesive material between plant cells يعني البكتين هو مادة لاصقة موجودة بين الخلايا النباتية. زين production of heavy viscous slime يعني انتاج طبقة السليم اللي تكون لزجة وثقيلة heavy viscous slime انتاج الطبقة اللزجة الثقيلة through production of viscous polysaccharides such as lipan and dextran يعني نتيجة انتاج السكريات اللزجة مثل الليفان والدكستران من الفروم مونو اند دايسكراد من الأغذية اللي تكون أحادية أو ثنائية السكرايد مثل ايش نعطيكم مثال مثل السيدومونس فيسكوزا أو اليوكنستيك ميسنترايد طبعا تعطوني مثال بكتيريا السيدومونس فيسكوزا. زين هسه change its flavors and odors يعني تغيير اللي يحدث بالنكهات والروائح يعني التغييرات اللي راح تحدث بالنكهات والروائح. زين the normal acceptable flavor of food may be changed to non acceptable flavor and spoiled food يعني يعني يمكن تغيير النكهة المقبولة للغذاء إلى النكهة الغير مقبولة. The change is occurred by two mechanisms. هذا التغيير يحدث بواسطة ميكانيكيتين اللي هي أولا microbial destruction of natural flavor compound of food يعني التدمير الميكروبي لمركبات النكهة الطبيعية للغذاء راح يكون هناك تكسير أو تدمير بواسطة الكائنات المجهرية النكهات الطبيعية الموجودة في الغذاء. As in the destruction of natural flavor of bitter diacetyl to offer flavor acetyl methyl carbonyl by Pseudomonas fragi or destruction of natural food organic acid to inacceptable alcohol ether ketone aldehyde يعني تدمير أعطيكم مثال انه تدمير النكهة الطبيعية للزبدة الثنائية الأسيتايل إلى نكهة الأسيتيل مثيل كذلك نعطيكم مثال آخر مثل تدمير الحامض العضوي الموجود في الفواكه إلى الكحول والكيتونات والألديهايد والإيثرز. زين مايكروبيال النقطة الثانية production of unacceptable of flavor and of odor in the food as the following example عندكم هذا الجدول اللي هو تابع للنقطة الثانية اللي هو يوضح لي انه هنا التغييرات اللي راح تحدث بالنكهات والروائح ومنه الكائن المسبب له كذلك طريقة او ميكانيكية العمل. اولا سورينج فليفر اللي هو طعم الحموضة
زين، من كان المسبب إلى تقولي مثاليا اللي هي بكتيريا اللاكتوباسيلس أو بكتيريا الأسيتوبكتر؟ ميكانيكية العمل إنه راح الشكر راح الفود شكر راح يتحول إلى اللاكتيك أسيد بواسطة بكتيريا اللاكتوباسيلس، أما الأسيتوبكتر راح تتحول لي الفود شكر إلى الأسيتيك أسيد. زين، بترنس السبلايفر يعني الطعم المرارة، المرارة نتيجة من كان المسبب لهذا لهاي المرارة اللي راح تحدث بالأغذية نتيجة نشاط بكتيريا السيدوموناس وبكتيريا الباسلاس. ميكانيكية العمل انه هو راح يحدث بروتين هايدروليزيس، تحلل البروتين فاتي اسيد ديجريديشن، تحلل بالفاتي اسيد، كذلك السكر راح يتحول الى بيتر ألدونيك اسيد. سلفيت اودر يعني رائحة الكبريت اللي راح تحدث نتيجة نشاط بكتيريا الكلوستريديوم كذلك البروتياس. ميكانيكيات العمل انه بالبروتين راح يتحول الى السلفور امينو اسيد ثم الى ال H2S اللي هو كبريتيد. الرانسيتي هو التزنخ اللي راح يحدث بواسطة اللايبولايتيك مايكرو أورجانيزم، المايكرو أورجانيزم المحلل للدهون. ميكانيكية العمل انه الليبيد راح يتحول الى فاتي اسيد والكيتونز. الكليلر فليفور اللي راح يحدث نتيجة نشاط بكتيريا الايكولاي واللي راح تتحول هنا تريبتوفان. ميكانيكية العمل انه التريبتوفان راح يتحول الى سكيتول اند اندور. ارثنيسس اللي هو او السويل فليفر طعم التربة اللي هو نتيجة نشاط بكتيريا ستريبتومايسيس. هنا بروتكشن اوف جوس ماين ابسورد باي فود كونتامينيتد وذ سويل هو نتيجة انتاج الجيوس ماين اللي راح يمتص من الغذاء الملوث بالتربة. زين، إلى هنا يعني تقرون الجدول للحد ال Erythrocyte Soil Flavor. هنا ال Indicator Bacteria of Food Contamination and Microbiological Standard of Food. البكتيريا المؤشرة على تلوث الأغذية والمعايير الميكروبيولوجية للأغذية. طبعا هنا راح نسوي فحوصات على النباتات أو الأغذية النباتية لمؤشرات التلوث. ليش؟ لغرض شنو؟ أولا to detect the food is healthy or not healthy for food consumption، يعني للكشف هل الطعام صحي أو غير صحي للاستهلاك البشري. 2 for assessment the sanitary practice of food plant، يعني تقييم الممارسات الصحية في النباتات. The official standards are meeting the produced food، يعني إنه المعايير الرسمية راح تطبق على الأغذية المنتجة. روتاين تيتس for selected food pathogen or toxin such as salmonella or staphylococcal enterotoxin are necessary whenever epidemiological outbreaks are occurred. يعني هنا عندي الاختبارات، هنا تقول لك انه الاختبارات الروتينية لمسببات الأمراض مثل السالمونيلا أو السموم المعوية للمكورات العنقودية ضرورية عند حدوث تفشي وبائي. يعني أنا أكو اختبارات روتينية إحنا نركز عليها عند حدوث تفشي وبائي. ليش إحنا نركز على هاي الفحوصات وما نركز على غيرها؟ ليش عندنا فحوصات روتينية نسويها؟ ليش مو غير فحوصات؟ ليش؟ للأسباب التالية. أولا in most cases such as infectious hepatitis detecting method for causative agent are not available to food microbiologists. يعني بعض في بعض الحالات مثل الإصابات الفيروسية الطرق المحددة للعامل المسبب تكون غير متاحة for microbiologists.
ثانيا for other foodborne infections such as shigellosis، يعني في بعض الأمراض التي تنقل الأغذية أو الأمراض المنتقلة عن طريق الأغذية مثل الشيجلوزيس، the method may be unreliable especially when the pathogen are distributed in food heavily contaminating with other microorganisms. هنا أنا الطرق تكون أكو بعض ذاكر لكم انه بعض الامراض اللي الامراض المنتقلة عن طريق الاغذية مثل الشيكلوزيس الطرق تكون هنا غير موثوقة، خصوصا اذا كان الباثوجين اللي اني داريد اكشف عنه يكون بكنتم او ملوث بكائن مجهري اخر. In addition, tests for pathogen directly are very dangerous for laboratory worker. بعض الفحوصات تكون خطيرة على عمال المختبر. For all these grazing and difficult all microbiological labs firstly test species which are more readily cultivated, enumerated, not dangerous to the worker and environment, nor environment. يعني هنا يقول لك هنا لكل هاي الأسباب والصعوبات انه احنا راح نختار مثل ما حكينا انه راح نختار الاختبارات الروتينية اللي تكون سهلة وغير خطرة على عمال المختبر. انا عندك اريدك تعرف هنا الانديكيتر بكتيريا، شنو يعني الانديكيتر بكتيريا؟ يعني البكتيريا المؤشرة على التلوث. منو هاي الانديكيتر بكتيريا؟ عندكم هاي الثلاث اسطر تعريفها اللي هي من هنا نورمال normal inhabitants of a human normal inhabitants of human and animal intestine which indicated the exposure of food to waste and a condition containing pathogenic microorganism and their toxic product. These species so are called indicator bacteria. يعني شنو هي البكتيريا اللي تكون موجودة بالأمعاء البشرية والحيوانية، موجودة بصورة طبيعية بالأمعاء البشرية والحيوانية والتي تشير إلى تعرض الطعام للنفايات أو تعرض الغذاء للنفايات والمنتجات السامة. هي البكتيريا الانديكيتر بكتيريا، البكتيريا الموجودة بالأمعاء الطبيعية للإنسان والحيوان، وأنه وجودها يدل على تعرض هذه الأغذية للمنتجات السامة أو النفايات وغيرها. أسعدنا الميكروبيولوجيكال ستاندردز أوف فود، يعني المعايير الميكروبيولوجية للغذاء. Then the main purpose of microbiological standard of food are to give assurance that يعني هاي المعايير الميكروبيولوجية للأغذية راح تعطيني توكيد على شنو. The food will be acceptable from the public health standpoint، يعني انه هذا الغذاء مقبول من وجهة نظر الصحة العالمية مثل ما يقولون. The food will be acceptable from the nutritive value and normal characteristics، يعني هذا الغذاء قد يكون مقبول من يعني القيمة الغذائية مالته مقبولة، وكذلك صفاته أو خصائصه تكون طبيعية. The food will be acceptable from an aesthetic viewpoint، يعني الغذاء يكون مقبول من الناحية الأخلاقية وما ملوث، not filthy with fecal material, parts of vermia, bacillus, mycelia، يعني غير ملوث بالفيكال ماتريال أو أجزاء الحشرات أو الباسيلز الخلايا القيحية أو غيرها. The food will have keeping quality that should be expected، يعني الحفاظ على الجودة التي ينبغي توقعها. هنا أنا هذا الطلاب ما أريده هنا أنا. بس أريدكم تعرفون هنا أنا ترحون على there are many organizations responsible for microbiological standards as food such as، يعني هنا أنا
المنظمات المسؤولة عن المعايير الميكروبيولوجية للأغذية، المنظمات المسؤولة عن المعايير الميكروبيولوجية للأغذية مثل أولا الـ WHO اللي هو منظمة الصحة العالمية، والـ FAO اللي هو منظمة الأغذية والزراعة، والـ CAS اللي هو هيئة الدستور الغذائي، والـ APHA اللي هو الجمعية الأمريكية للصحة العالمية، والـ APA اللي هي وكالة حماية البيئة Environmental Protection Agency، يعني OF اللي هو المنظمة الأوروبية للأغذية European Organization of Food، COSQC اللي هو المنظمة المركزية للتوحيد القياسي ومراقبة الجودة، COSQS اللي هي المنظمة المركزية للتوحيد القياسي ومراقبة الجودة. طبعا بنهاية المحاضرة حاطت لكم جداول، طبعا هاي الجداول مو للحفظ بس انه تفهمون انه المعايير الميكروبيولوجية راح تختلف اعتمادا على نوع الغذاء، مثلا اللحم مثلا معطيكم يختلف المعايير الميكروبيولوجية اللي يختلف عن الزبد والايس كريم وغيرها اعتمادا لمعايير الميكروبيولوجية للأغذية تختلف اعتمادا على نوع الغذاء. هذه هي المحاضرة الثالثة.